هذا وقد اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مع سعادة السيد جابي أشكنز وزير خارجية دولة إسرائيل في القدس بمناسبة زيارة الوفد البحريني. خلال الاجتماع أكد الزياني أن الحكومة الموقرة تعمل دوما على تحقيق مبادرة السلام الإقليمي والتي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفتح حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر ضمن مساعي المملكة وتأكيد المستمر على الانفتاح والتعايش اللذان لطالما كان جزءا من تاريخ البحرين. أشار الزياني إلى أن الزيارة الثانية للوفد البحريني لإسرائيل تؤكد حرص المملكة على تعزيز السلام الذي يجلب الأمل والفرص لشعوب الشرق الأوسط خاصة لأجيال المستقبل، مؤكدا أهمية فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين البحريني والإسرائيلي الفاعلين والاستفادة من اقتصادهما المتقدم الذي سيعمل على بناء التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط وسيدعم استقرار وأمن المنطقة. من جانبه رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالوفد البحريني برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة تسهم في فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويلبي طموحهما، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المتنوعة. تم صباح هذا اليوم الاجتماع مع سعادة وزير الخارجية الإسرائيلي وبحث سبل التعاون في المرحلة القادمة بعد توقيع اتفاقية السلام، ومن ثم اجتمعنا بفخامة رئيس الوزراء وتم أيضا التوسع في النقاش في هذا المجال والاطلاع على سبل التعاون الممكنة بين مملكة البحرين وإسرائيل على النطاق الحكومي وأيضا بإشراك القطاع الخاص. الآن نحن متواجدين في شركة إسرائيلية للتكنولوجيا وهي شركة موبيل آي، قامت بإنتاج نظام متكامل لصياغة سيارات من دون سائق، وقمنا بجولة في أحد سياراتهم في الشوارع وطلعنا على هذه التكنولوجيا. كان تجربة ممتعة في الحقيقة أن نشوف كيف السيارة تتعامل مع الطريق ومع رواد الطريق من مشاة أو من مركبات أخرى، وكان تجربة رائدة في الحقيقة. دعيناهم إلى التواجد في البحرين وإمكانية استخدام البحرين كمركز للأبحاث أو لمركز لتجربة منتجاتهم، وإن شاء الله راح يكون فيه تعاون قريب معهم.